مين 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 عم بيدق؟ يلا رح افتح الباب. مين انت؟ رح اسكر الباب. شو هاد؟ رجل فضاء؟ شو يعني رجل فضاء؟ ما رح افتح الباب لحدا ابدا ابدا، وهلا حسكره بالقفل ورح اروح اقعد. شو يعني رجل فضاء؟ وليش اجى عنا على الارض؟ ما رح افتح الباب وهلا بدي اسكره بالقفل كمان. أنا رجل الفضاء زيتا زوم. أنت كيف دخلت لهون؟ مين أنت؟ رجل فضاء؟ أنا رجل الفضاء زيتا زوم، جئت من كوكب المريخ لأن أمي عاقبتني وقالت لي أن آتي إلى هنا وأتعلم 3 خصال جيدة وأن أحضر معي رمان، فجئت إليك رمانة. طيب شو يعني رجل فضاء؟ وكيف جيت لهون؟ كتير بخوف، يعني أنت مش من سكان الأرض وما بتخوف؟ لا أنا رجل طيب. يعني صحيح ما في حرامي بقدر يجي بهاي الطريقة يلي أنت جيت فيها عشان أنا سكرت الباب بالقفل، بس بدي أسألك سؤال، يعني أنت مامتك حكت لك ما بصير تيجي إلا لما تجيب رمان وتتعلم المشاركة وكمان شغلتين مناح من الأرض وأنت اخترتني؟ طيب يعني بدي اشي عشان اصدق انه انت عن جد عن جد عن جد عن جد من 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 المريخ. انا من كوكب المريخ وانا لازلت صغيرا، امي عاقبتني لانني لم اقوم بحل الواجبات المدرسية ومساعدتها في المنزل وقمت بالشجار مع اخوتي. وانت يجب عليك ان تذهبي بزيكا زون تعويذة. يلا زيجا زوم زيجا زوم. خلص خلص رجعني 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 زيجا زوم زيجا زوم. خلص خلص صدقتك صدقتك زيجا زوم زيجا زوم. هلأ بدي أخليك تشوف الرمان، ومو بس هيك كمان بدنا نسوي الرمان أنا وياك عشان المشاركة، يعني الرمان في جواته حب الرمان كتير زي ما أنت شايف، في حبات رمان كتير كتير جوا الرمانة، وبدي أتشارك أنا وياك عشان نفرط الرمانة. وشغلة تانية، ما بدنا ناكل أكل مش صحي، بدي أعلمك شو هو الأكل الصحي. والشغلة الثالثة، بدي أعلمك كيف تفرشي أسنانك بطريقة صحيحة أو تغسل إيديك. يلا يلا تعال معاي تعال معاي. ولأني رمانة عندي كتير رمانات، شوف 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 شوف، عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 رمانات، وهيك شكل الرمانة من جوا. يلا خد هاي الرمانة وحاول انت انك تفرطها كلياتها. نعم سوف أفعل، إنها جميلة جدا يا رمانة، أنت جميلة كالرمانة تماما وطعمها لذيذ. ها هي الرمانة، هذه أول مرة أرى فيها رمانة، إنها جميلة جدا. خليته يفرط الرمانة. إنه عمل متعب جدا جدا ولكنه جميل ويأخذ وقتا كثيرا 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 يا رمانة. وهلأ بدي أفرجيك
كيف تغسل ايديك بطريقة صحيحة. يلا تعال تعال عشان اعلمك كيف تغسل ايديك بطريقة صحيحة عشان تقدر ترجع لمامتك على كوكب المريخ. يلا تعال تعال. وهي الصابونة وهي المي. احنا بنفتح المي في شوي مو كتير، ونمسك الصابونة هيك ونغسل بهاي الطريقة. يعني لازم تعمل زي ما انا بعمل بالضبط، تعمل هيك، تجيب الصابونة وتجيب المي وتعملهم هيك، بدي احط على ايدي شوية مي صح، بعدين بالصابونة هيك وهيك هيك 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 هيك، بعدين برجع الصابونة مكانها وبعمل هيك وهيك 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 وهيك. شوفوا كيف بهاي الطريقة بهاي الطريقة، وبعدين اغسلهم بالمي. يلا إن رأسي يؤلمني من كثرة المعلومات. حسنا حسنا، سوف أفعل تماما كما قلت. سأمسك بالصابونة وسأقوم بغسل يداي بالصابونة هكذا وهكذا وهكذا، ثم سأضع الماء. ها تماما، قد فعلتها قد فعلتها، شكرا لك شكرا لك يا رمانة على هذه المعلومات القيمة. هون في عنا وجبة برجر، أما هون في عنا وجبة منسف صحية كتير، فيها لوز ورز ولحمة كمان، وإنت لازم تختار الوجبة الصحية. نعم إنها وجبة صحية وجميلة ولذيذة. يعني زيكا زوم إنت هلأ بدك تروح؟ أنا كتير حبيتك وحبيت كل أهل المريخ. لا تغلب مامتك، أنا ما بغلب جد أبو عكازة وما بغلب تيتا فطوم، وإنت كمان لازم كتير شاطر وما تغلبهم، وروح احكي لمامتك عن رمانة يلي شاركتك بالرمان وعطيتك رمان كتير، وشاركتك كيف تعمل رمان، علمتك كيف تغسل ايديك وتاكل اكل صحي كمان، واحكي لهم بكوكب المريخ يحضرونا كتير كتير ويكبسوا على السبسكرايب على الكبسة الكبوسية. شكرا لك يا رمانة على هذه التجربة الجميلة، سوف اخبر عائلتي في كوكب المريخ عن هذه التجربة الرائعة. أحببتك جدا أنت وعائلتك، وسوف أقوم بعمل لايك شير سبسكرايب على الكبسة الكبوسية. إلى اللقاء. إيه؟ وين رحت؟ يلا باي.